على التليفون الاستاذ ابراهيم المنيسي، طبعا الاستاذ والزميل العزيز ومدير تحرير الاخبار. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا عمر، كل سنه وانت طيب، وكل سنه والساده المشاهدين بكل خير دايما. وحضرتك بصحه وسلامه طبعا، حضرتك في روسيا فاكيد طبعا هتنقل يعني الاخبار بشكل افضل. يعني منتخب مصر اكيد خساره، يعني ما كناش نستحق الخساره لكن هي دي حال كره القدم. ازاي بقى حضرتك شايف منتخب مصر بيستعد للمباراه القادمه والقويه جدا امام منتخب روسيا واللي كسب السعوديه 5 أهداف مقابل لا شيء؟ هي بلا شك نتائج اليوم الاول في هذه المجموعه الاولى يا عمر خلت حسابات الجوله الثانيه معقده، لانه الفوز الكبير اللي حققته روسيا صحيح ان هي كانت مؤهله لكده على الاقل بفعل الارض والجمهور والدفعه بتاعت الافتتاح، لكن الهزيمه الكبيره ان هي للسعوديه ان هي تخسر 5-0 خلى هذه المجموعه مشتبكه من بدري شويه، وده اضفى اهميه زياده على مباراه مصر وروسيا. مباراه مصر وروسيا اصبحت يمكن التعبير اللي احنا زهقنا منه واللي ما بحبش استخدمه، لكن هي فعلا مباراه عروق الزجاجه، يا هتسقط لتحت يا هتطلع لفوق. اي نتيجه غير الفوز لمنتخب مصر يوم الثلاث معناها انه فرصه في التأهل تكاد تكون صعبة جدا جدا، لأنه 5 أهداف للمنتخب الروسي دلوقتي وأنت استقبلت هدف، يعني أنت قبل ما تلعبهم أنت ماينس 6 أهداف بالنسبة لهم. مباراتك مع السعودية ما هياش سهلة بالشكل اللي كانت عليه مباراة السعودية مع روسيا، وبالتالي أنت محتاج ال6 نقاط كاملة بحيث أنه حتى لو حصلت أي نتائج أخرى بين السعودية وأوروغواي أو بين روسيا والأوروغواي أنت في مأمن شوية، لكن أنت لو اكتفيت ب4 نقاط زي ما البعض يحسبها على أمل أنه روسيا ما تزيدش عن 4 نقاط أيضا هتبقى الفرص فرق الأهداف في صالحها هي. فبالتالي نتائج الجولة الأولى خلت حسابات الجولة الثانية قبل الثالثة معقدة جدا وشبه حاسمة. يمكن ده اللي خلى هيكتور كوبر بعد المباراة في حسرة شديدة جدا. الرجل أنا ما شفتهوش مكتئب ومتحسر وزعلان وحزين قد ما شفته امبارح بعد المباراة وقد ما شفت ملامحه النهاردة حتى في التمرين. صحيح موضوع محمد صلاح كان أطفى اهتمام إعلامي كبير جدا، كل الناس كان بتسأل هو الرجل ده لما كان بيأكد لنا، أنا حتى سألت المهندس إيهاب لهيطة بوصفه مدير المنتخب النهاردة هذا السؤال بمنتهى الوضوح، هل فعلا هيكتور كوبر تعمد استخدام الإعلام للتمويه على تبريز والايحاء ليه بانه صلاح هيشارك وبالتالي يربك حساباته الفنيه شويه، ولا هو كان عنده استعداد يشركه وتراجع؟ في كل الاحوال هيكتور كوبر جاوب على ده امبارح بعد المؤتمر وقال انا ما حبيتش اشرك صلاح لانه ما حبيتش اغامر او اخاطر بيه لان انا شفت غير جاهز. الكلام اللي قبل الماتش بيوم كوبر نفسه بعظمه لسانه كان كلامه مختلف، وبالتالي فانا اعتقد انه اراد استخدام الاعلام في توصيل رسالة ما تربك حسابات الفريق الأوروغوايان. أيا كانت المسألة حسابات كوبر واضح أنه كان مستغني عن وجود صلاح في هذه المباراة. صلاح كان موجود مش ضمن الاحتياطي عشان بعض الناس قالت طب هو لو ما كانش جاهز ليه حطه على الدكة؟ لا، اللي قاعد على الدكة بقيت بقيت ال 23 يعني نظام البطولة اللي ال 11 في الأساسي والباقي على البنش كله سواء انت بتختار منهم، فبالتالي كانش في قائمه البدلاء بالشكل المباشر. النهارده الوضع مختلف، انا عارف كل الناس مستنيه تسال صلاح هيلعب ولا مش هيلعب. تمام. النهارده نزل التمرين. تمام. التمرين يمكن بدا بهطول امطار خفيفه شويه سرعان ما توقفت والحمد لله، ده كان في ملعب احمد ارينا في المقر الدائم للمنتخب في جروزني. وصل جروزني امبارح الساعه 11 بالليل او 11 ونص المنتخب، اول ما دخلوا لقوا اداره الفندق في لفته طيبه جدا جايبه التورته وعامله عيد ميلاد لمحمد صلاح. تمام. صحيح انه صلاح قدر مشاعر انه حزين للهزيمه لانه كل زمايله كانوا متضايقين، لكن شكر اداره الفندق واحتفلوا على نطاق سريع جدا وصعدوا للاوض. النهارده المنتخب ادى المران بتاعه الساعه 3، بدا بهطول امطار خفيفه شويه توقفت، ثم اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراه الامس ببعض المشي الخفيف في الملعب وخرجوا اكتفاء بهذا الوضع الى ان بدات التقسيمه الاساسيه الناريه الحقيقه بين مجموعتين اللعيبه. هيكتور كوبر مهتم جدا في كل تدريباته على السمول جيمز بحيث انه يقسم الملعب مره نص ومره ربع
بحيث يعود اللعيبه على مزيد من الضغط وعلى مزيد من التصرف في المواقف الضيقه شويه وعلى خنق مساحات الملعب. كان واضح جدا تفكيره في هذا الشان، لكن كان المهم واللافت فيه انه محمد صلاح في التقسيمه كان في حاله جيده جدا، سجل جون في الاصطايم بشكل رائع ومميز ليه. كوبر كان سعيد والجهاز الفني على انه حاله صلاح النهارده احسن بكتير جدا، تؤهله ان شاء الله حسب ما بتاكد الرؤيه وحسب ما بياكد اعضاء الجهاز انه يكون جاهز ان شاء الله لمباراه الثلاث. فيما عدا ذلك طارق حامد كان خرج، وخرج لسبب غريب الحقيقه، لانه هو اخذ خبطه في ظهره في عصب، شل عصب رجله اليمين. فجاه الدكتور بيقول انا لقيته مش قادر يمشي على رجله اليمين، فقد الاحساس بيها، ودي حاله عصبيه بتيجي نتيجه ضربه في موضع ما في العمود الفقري، بيحتاج بعض الوقت على ما يفك، محتاج مش اقل من نص ساعه، لكنه كان لازم يخرجه من الملعب. لما خرج حوالي ساعتين بعد المباراه كان بدات حالته تبقى طبيعيه جدا، ما احتاجش حتى اشاعه. النهارده اتحرك في المشي مع زمايله اللعيبه وبدا بحاله جيده جدا، ما فيش حاجه تمنعه اللي هو ولا محمود تريزيجيه. الكابتن احمد ناجي عمل تمرين قوي جدا للثلاثي حراس المرمى، ثم اكتفى بجلسه تاهيليه معنويه نفسيه مع الشناوي، وشارك اكرامي والحضري في التقسيمه اللي كانت بين مجموعتين من اللعيبه اللي ما كانوش شاركوا امبارح. الحاله المعنويه جيده، اللعيبه عندها تقدير للمسؤوليه، عندها ادراك انه مباراه روسيا تو بي اور نوت، انت ما عندكش فرصه اما انك انت تشارك في البطوله تكمل، او ان انت اي نتيجه غير المكسب انت بره الحسابات. مباراه السعوديه في الجوله الاخيره يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله مؤكد ليها حسابات عربيه بحساسيه خاصه خليها لوقتها، لكن ما يخص مباراه روسيا انا اعتقد هي مباراه حاسمه جدا، زادت صعوبتها بفعل الارض والجمهور والطموح. طب يا استاذ ابراهيم معلش انا عايز اقاطع كلام حضرتك بسؤال مهم جدا، ازاي منتخب مصر او ما هي الحلول اللي يقدر بيها منتخب مصر ان يفوز على منتخب روسيا؟ منتخب روسيا في المباراه الاولى لم يقدم اداء طيب، بس هو فاز بخمس اهداف، طبعا في اخطاء وكوارث من المنتخب السعودي، لكن ما هي الحلول اللي ممكن بيها منتخب مصر يفوز على المنتخب الروسي؟ شوف من حيث المبدا روسيا ما فازتش 5-0، السعوديه هي اللي خسرت 5-0. فبالتالي النتيجه الكبيره ما تكشفش عن قوه المنتخب الروسي قد ما بتكشف هشاشه التنظيم الدفاعي للفريق السعودي. لكن ما يحتاجه منتخب مصر في مباراه الثلاثاء لابد من تطوير الاداء الهجومي. انا اعتقد هيكتور كوبر لابد ان يتخلص من هيكتور كوبر بشخصيته، صحيح ان عنده حاله من التحفظ الشديد جدا، عنده التزام عنيف جدا بقناعاته التكتيكيه والفنيه، راجل متحفظ بل شديد التحفظ، ما اعرفش انه هو هيدخل تغييرات حقيقيه على التشكيل، ربما من حيث الشكل العام اللي انا شايفه لو بدا محمد صلاح باذن الله المباراه اعتقد ده هيكون على حساب مروان محسن على ان ينتقل عمرو ورده الى مركز راس الحربه المتقدم. في تصوري ده التغيير المتاح اللي ممكن يحدث في حال مشاركه محمد صلاح، ما اعتقدش هيستغني عن عمرو ورده بالنشاط وبالحيويه اللي هو عليها، ما اعتقدش هيستغني ايضا عن محمود تريزيجيه الافضل في مباراه الامس، وبالتالي ربما كان مروان محسن هو الذي لم يحظى برضا كامل من هيكتور كوبر امبارح، فبالتالي اعتقد التغيير هيكون في هذا الجانب. ده على مستوى الافراد، لكن على مستوى الرسم التكتيكي وشكل الاداء ما اعتقدش ابدا هيكتور كوبر هيتخلى عن شخصيته الدفاعيه، هيتخلى عن قناعاته، فقط يحتاج الى المزيد من التطوير في الشق الهجومي ان شاء الله. طيب حضرتك متواجد مع البعثه حاليا في جروزني، عايز اعرف ردود افعال الجمهور المصري بعد خساره منتخب مصر، لكن زي ما احنا قلنا منتخب او الجمهور يا استاذ ابراهيم بقى عنده ثقافه دلوقتي، بقى عارف امتى منتخب مصر بيأدي وبيخسر، فبالتالي تم شكر الجمهور المصري للجانب او للعيبه والجهاز الاداري، هل الكلام ده فعلا حضرتك شفته موجود في روسيا من ردود افعال؟ شوف يعني رضا مشفوع او ممزوج بحاله من القهر، فعلا الناس كانت فرحانه جدا لمستوى الاداء، فرحانه جدا لاحترام الناس كلها للكره المصريه، فرحانه للانضباط التكتيكي والسلوكي اللي في ارض الملعب، فرحانه انك انت سواريز وكافاني هم اللي بيعانوا كتير جدا عشان يوصلوا،
فرحانين بالشناوي. الشناوي امبارح شايل بالظبط 3 أو 4 أهداف مؤكدين بالظبط. هو يعني مكسب من مكسب من مكاسب المباراه، بسم الله ما شاء الله عليه. انا ده هكلمك عنه، لكنه ده على المستوى الافراد، لكنه على مستوى المردود العام الصوره كانت طيبه جدا. يكفي ان انا اقول لك انه هاني ابو ريده، وكان لاول مره يقابل اللعيبه لانه كان الفتره الاولانيه مشغول باجتماعات الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي، امبارح بعد انتهاء المباراه مباشره سارع بالعوده للفندق اللي اقامت فيه الفرقه بشكل مؤقت في إيكاتنبرج علشان يكون في استقبالهم هو شخصيا. شكرهم على المستوى الفردي واحد واحد، حضنهم وشكرهم بشكل كبير جدا، قال لهم انا كنت سعيد وانا مع مسؤولي الفيفا بنتفرج على الماتش من المقصوره، كنت فخور جدا من ردود الافعال ومن كلام الناس عنكم، انتوا اديتوا صوره طيبه جدا للكره المصريه، انتوا شرفتونا بجد، انتوا عملتوا كل اللي عليكم، احنا مش طالبين منكم غير كده، مزيد من الالتزام، مزيد من الروح، مزيد من التركيز، وسيبوا النتيجة على الله. فأنا أعتقد منتخب مصر لو احتفظ اللاعبون بهذه الدرجة من الروح ومن التركيز ومن الانضباط التكتيكي والسلوكي، أعتقد مش هيكون صعب عليهم بإذن الله تخطي روسيا وتخطي السعودية إن شاء الله. أستاذ إبراهيم يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، يعني وصف تفصيلي ومفصل عن كل ما يدور في بعثة المنتخب المصري في روسيا. لكن طبعا زي ما اتكلمنا وسمعنا وشفنا ان ردود افعال منتخب او الجمهور المصري في روسيا وخاصه طبعا في جروزني طيبه، لكن كان في يعني امل عند الجمهور المصري ان المنتخب المصري يخرج بعد الاداء الطيب والمشرف امام اورجواي بنتيجه ايجابيه، لكن هو ده حال كره القدم زي ما احنا عارفين، يعني لازم يكون تركيز لاعبي منتخب مصر لحد صفارة النهاية، كرة ثابتة بدون أي داعي من طبعا يعني محمد عبد الشافي، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل زي ما أنا قلت، ركلة ثابتة بتترفع داخل منطقة الجزاء وبينجح إن واحد لاعب واحد فقط من منتخب أوروجواي إن هو وسط 3 لعيبة مصرية إنه يستحوذ ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 89 للمنتخب الأوروغواي، وبالتالي منتخب مصر زي ما سمعنا منتخب مصر هو يعني داخل المباراة سالب يعني بالنسبة لروسيا، روسيا متفوق عليه بالأهداف، فمنتخب مصر لو تعادل هيبقى عنده نقطة، ولو فاز على منتخب السعودية هيبقى عنده 4 نقاط، منتخب روسيا عنده 3 نقاط، لو خسر من منتخب مصر وتعادل في مباراته القادمة هيبقى عنده 4 نقاط، فبتديله أفضلية إن هو يتأهل طبعا بفارق الأهداف. لكن وإحنا بنتكلم على المجموعة الأولى معنا نجم الكرة السعودية الكابتن سعيد العويران، واللي شارك مع منتخب السعودي في كأس العالم لكرة القدم في 94 و98 واللي أحرز هدف تاريخي مارادوني مع منتخب بلجيكا. كابتن سعيد برحب بحضرتك. كابتن سعيد، طيب لحد ما يرجع لنا الخط تاني هنروح لفصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي تليفوناتنا اللي هتبقى موجودة معنا إن شاء الله من روسيا والمونديال.